غمض عينيك وتذكر، غمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر، واجعل إبصارك للتقوى عنوانا للحب الأخضر، واجعل إبصارك للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كل هذه الآيات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الكون بأسره بما فيه من نعم كثيرة ظاهرة وباطنة. لكن السؤال هنا هو ما يأتي من أخي الكريم، من بعض الإخوة يأتي هذا السؤال، هو إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بدين، هذا الذي ابتلي بالدين يقول، يأتيه الشيطان ويقول: الله تعالى سميع، والله تعالى غني، والله تعالى معطي، والله تعالى فتاح، والله تعالى وهاب، والله تعالى منعم، والله تعالى متفضل، فكيف ما يعطيني؟ كيف عندي ديون كثيرة وأرى الديون تتضاعف علي؟ كيف ما يعطيني وله الأسماء الحسنى، وأنا كما ترى أصلي وأصوم وأذكر الله تعالى وأدعو الله تعالى، ولكنه لا يعطيني. ونسي هذا المسكين الفقير أن الله تعالى أعطاه كثيراً كثيراً كثيراً، أعطاه الله سبحانه وتعالى نعماً كثيرة ولكنه مسكين. لنرى كيف أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه النعم، لنرى أيها الأخ الكريم كيف أعطاك الله سبحانه وتعالى النعم الظاهرة والباطنة. تأمل في نفسك، تأمل في جسدك، لا تذهب بعيداً. أنا لن أتحدث معك عن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والماء والحجر والمدر والتراب وصنوف الخيرات والأشجار والظل والظلال والمطر وجميع النعم، وجميع النعم الكثيرة لن أتحدث عنها الخارية، إنما فقط تأمل في نفسك سترى نعم الله تعالى عليك. تأمل في العين وما بها من الإبصار، وترى بها صنوف النعم، وتتعلم وتكتب وتقرأ وتدرس. هذه العين فقط تؤتيك بنعم كثيرة جدا، تعطيك نعم كثيرة جدا العين. تأمل في الشبكية والقرنية، وتأمل في موضع الإبصار وبما يسمى بالبؤبؤ العين، وتأمل في جميع النعم الكثيرة الظاهرة في هذه النعمة فقط. إن نعمة العين فقط فيها نعم كثيرة 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 لا تحصيها أيها الإنسان، إنك مسكين. وتأمل في نعمة الأذن، أجل تأمل في نعمة الأذن، إن نعمة الأذن، الأذن الداخلية والأذن الخارجية والأذن الوسطى والسندان والركاب والمطرقة وغيرها وغيرها، والشمع هذا الذي يحجز عنك، الشمع الذي يحجز عنك هذه المظهر. أيها الإنسان تأمل في جسدك، تأمل في جهازك الهضمي، تأمل في جهازك التنفسي، تأمل في جهازك الدوري، تأمل في جهازك العضلي، تأمل في جهازك الهيكلي العضلي، تأمل في جميع الأجهزة في جسدك. تأمل أيها الإنسان، والله إنك لن تستطيع أن تعد هذه النعم، بل لن تستطيع أن تعد نعمة واحدة فقط. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فقط تأمل في هذه الآية: وإن تعدوا نعمة، بس نعمة واحدة فقط لا تحصوها، يعني نعمة واحدة لن تستطيع أن تحصيها ولن تستطيع أن توفيها، فما لك أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وتقول: لم ينعم المولى عليك، وتقول: لم يعطك المولى سبحانه وتعالى، وتقول: لم يكرمك المولى سبحانه وتعالى. والله لو سجدت لله سبحانه وتعالى شكرا
من الآن إلى يوم القيامة فلن توفي حق نعمة واحدة. إذا كان غيرك من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى وهم بهذه الإنعام الكثيرة، بهذه النعم الكثيرة عليهم، ولا ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم في خوف عظيم، فما بالك أنت وأنت تتجرأ على ربك سبحانه وتعالى؟ ألا فانتبه إلى مليارات النعم في جسدك وليست مليارات، لأن كلمة مليارات قليلة، ليست مليارات النعم، أنت ترفل في نعم لن تعد ولن تحصى إلى يوم القيامة. فما لك أيها الإنسان، ما لك يا أخي الكريم، انتبه لنفسك. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تدبر، تأمل، تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، ومن فيها قريب سوف يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. أيها الإنسان، أخي الكريم، إنك ظالم لنفسك، وتأمل في هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كثير الظلم أيها الإنسان لنفسك، وكثير الظلم في حق خالقك المنعم المتفضل، وكفار أي كثير الكفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. لا تكفر بنعمة ربك سبحانه وتعالى، فقد أنعم عليك بنعم كثيرة لن تستطيع أن توفيها. ولذلك احذر، فإن الله تعالى يقول: يعلمون ظاهرا، لا تكن من أولئك الذين يعلمون فقط ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تأمل، فقط يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فأنت تأمل في هذه الخفايا، وتأمل هذه النعم فقط التي تراها ظاهرة، فما بالك بالنعم المخفية عليك، ما بالك بالنعم الباطنة عليك. هل تعلم ما أودع الله تعالى من كنوز في هذه الأرض لك؟ هل تعلم ما أودع الله تعالى في نفسك من خفايا؟ هل تعلم مليارات الخلايا في جسدك التي أودعها الله تعالى في هذا، وهي تدبر وتسير نظام جسدك؟ لا تعلم كل ذلك، لذلك فأنت مسكين. فانتبه لهذا الأمر، فإن الله تعالى أنعم عليك وأكرمك وأعطاك، فلا تكن مضيعا لنعمة الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. يا من شغلتهم الأبواب بادر للتوبة أسلم، يا من شغلتهم الأبواب بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، سلم للذي سوى كل الناس من آدم. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. ثم من ناحية أخرى أخي الكريم، تعرف أنت هذا الذي أصابك من مكروه أنه وإن كان شر في ظاهره، فإنه قد يتبين لك فيما بعد أنه خير عليك. نعم، لأنك لا تعلم ما يريد الله تعالى بك إن صبرت واحتسبت الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا هي الحقيقة، فالأشياء التي في ظاهرها شر عليك سوف تتبين لك فيما بعد أنها خير عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهل صبرت وهل احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم من ناحية أخرى، هذا هو قانون الضر. أنت تقول: أنا أصلي وأسبح وأدعو. أولا، هل راقبت قلبك؟ هل أنت مخلص لله تعالى؟ ومن ناحية أخرى، فإن ذلك في الغالب عقاب من الله تعالى عليك لبعض الأشياء التي فعلتها، لبعض الذنوب التي فعلتها، والله تعالى من رحمته لا يصيبك بكل الذنوب التي فعلتها. ولو يؤاخذ الله الناس
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم أجل. أجل أخي الكريم، هذه الأشياء إذاقة، أذاقك الله تعالى ببعض ما كسبت من ذنب. وأقول لك، أنت لست أفضل من آدم، وأنت لست أفضل من يونس عليه السلام، ويوسف عليه السلام ابتلي، والصديق إبراهيم عليه السلام ابتلي، وكل الأنبياء، فأنت لست أفضل منهم. أجل قانون الضر، إذا فهمته، إذا فعلت ذنبا، إذا أذنبت، إذا أخطأت، فإن الله تعالى يذيقك، وهذا من صالحك لكي ترجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلذلك الله تعالى يمحصك ويطهرك يا أخي الكريم، فما عليك إلا أن ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى لتعلم أن هذا خير لك فيما بعد. أجل أخي الكريم، والإنسان في غالبه يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. وتأمل في هاتين الآيتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ظالم كافر ظلوم كفار. فمن أين المخرج لك يا أخي؟ المخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى، المخرج من قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. رحمة الله، رحمة الله التي وسعت كل شيء تحيط بك أيها الأخ الكريم، فهل اعتبرت؟ وهل اتعظت؟ وهل آمنت بربك سبحانه وتعالى؟ هذا الذي ينبغي عليك، بل يجب عليك تجاه ربك وخالقك المنعم المتفضل الذي هو مصدر كل نعمة عليك. والآن يا أخي الكريم، أنت تقول أنك وحدك في هذا الابتلاء، وكأن وحدك في هذا الكون من ابتليت. وقد ذكرنا لك أن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ابتلي، والأنبياء ابتلوا، والصالحون كذلك. فلماذا؟ لماذا تتهم خالقك أيها الإنسان؟ هل اتعظت؟ وهل اعتبرت؟ عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى عن ما وقعت فيه من حقه، فإنه سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا، لا يرضى أن تتهمه بأنه ظلمك، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أغمض عينيك وتذكر، أغمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر، واجعل إبصارك للتقوى عنوانا للحب الأخضر، واجعل إبصارك للتقوى.